بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 87 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله في معرض رده على القائلين بخلق القرآن، قال: وعبد العزيز ابن يحيى الكناني صاحب الحيدة والرد على الجهمية والقدرية، فإن مضمون الحيدة أنه أبطل احتجاج بشر المريسي بقوله الله خالق كل شيء، قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج، أو المريسي بثلاث حجج. الأولى أنه قال ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج. الأولى أنه قال إذا كان مخلوقا فإما أن تقول خلقه في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه قائما بنفسه وذاته. قال: فإن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، ولا تجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول، لأن الله لا يكون محلا للحوادث، ولا يكون فيه شيء مخلوق، ولا يكون ناقصا فيزيد، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه، تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله، لا يقدر أن يفرق بينهما. أفيجعل الشعر كلاما لله، ويجعل قول القدر كلاما لله، ويجعل كلام الفحش والكفر كلاما لله، وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاما لله؟ وهذا محال لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله. وإن قال خلقه قائما بذاته ونفسه فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا القدرة إلا من قدير، ولا رؤية ولا يرى قط كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا ثبت أنه صفة لله، وصفات الله كلها غير مخلوقة. والحجة الثانية اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شيء، وكان ولما يفعل ولم يخلق شيئا، قال له: فبأي شيء أحدث هذه الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل. قال عبد العزيز: فقلت صدقت، أحدثها بقدرته التي لم تزل، أفليس نقول إنه لم يزل قادرا؟ قال: بلى. فقلت له: أفتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت له: فلا بد أن يلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة، وليس الفعل هو القدرة، لأن القدرة صفة لله، ولا يقال صفة الله هي الله ولا هي غير الله. قال بشر: يلزمك أنت أيضا أن تقول إن الله لم يزل يفعل ويخلق، فإذا قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله. فقلت له: ليس لك أن تحكم علي وتلزمني ما لا يلزمني، وتحكي عني ما لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت، وإنما قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق، لأن الفعل صفة لله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع. قال بشر: وأنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته، فقل أنت ما شئت. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أقر بشر أن الله كان ولا شيء، وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئا بقدرته، وقلت إما أنه أحدثها بأمره وقوله عند قدرته، فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله، أو بإرادة أرادها، أو بقدرة قدرها، وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريدا ومرادا وقولا وقائلا ومقولا له، وقدرة وقادرا ومقدورا عليه، وذلك كله متقدم قبل الخلق، وما كان قبل الخلق متقدما فليس هو من الخلق.
إلى أن قال الشيخ: قال الحاكم: سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة يقول: الذي أقول به أن القرآن كلامه ووحيه تنزيله غير مخلوق، ومن قال إن القرآن أو شيئا منه أو عن وحيه وتنزيله مخلوق، أو يقول إن الله لا يتكلم بعدما كان تكلم به في الأزل، أو يقول إن أفعال الله مخلوقة، أو يقول إن القرآن محدث، أو يقول إن شيئا من صفات الله صفات الذات أو اسما من أسماء الله مخلوق، فهو عندي جهمي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل. هذا مذهبي ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم، ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت. ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له وبان له أن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه أن الله لا يكرر الكلام، فلا هم يفهمون كتاب الله أن الله قد أخبر في نص الكتاب في مواضع أنه خلق آدم وأنه أمر الملائكة بالسجود، فكرر هذا الذكر في غير موضع، وكرر ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى، وكرر ذكر عيسى ابن مريم في مواضع، وحمد نفسه في مواضع، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، وكرر زيادة على 30 كرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين، وهذا مقالة من زعم أن كلام الله مخلوق ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول خلق الله شيئا واحدا مرتين. إلى أن قال: وأقول: لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما، لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه، لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته، كلام رب كلم ربنا أنبياءه وكلم موسى، والله الذي قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا في دار عدنه، وينادي عباده فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ويقول: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين أحد منهم ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكلم ربنا جهنم فيقول لها: هل امتلأت، وينطقها الله فتقول: هل من مزيد. فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة ولم يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله، بل لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما لا مثل لكلامه، لأنه صفة من صفاته، نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه، ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.